بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة حضورنا الكريم، بسم الله نبدأ، عليه نتوكل. ومنذ لحظات ينطلق شوط من انطلاقات الخيل والبركة، شوط رسمي مميز هنا من أرضية هذا الميدان، ينطلق من قبل اللجنة العليا المنظمة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق وأن موسني الأخوة المشاركين عود إلى محارب في المركز الأول محارب، ولكن هناك سلهود غير من الجانب الثاني، وحبيد بن راشد الغويصة النقلة على محارب في المركز الثاني. أحمد بن عبد الله بالهلي انتقل وياكم إلى المركز الرابع سلهود، ولا في المركز الثالث عفوا سلهود، وتعود ملكية سلهود إلى السيد حميد، ولا الجوكر محمد بن عبد الله بالدبيله. انتقاله ممتازه للمركز الرابع اللي هو ميوس، غير خذ المركز الثالث، ومطر بن سعيد بن عبيد الحميري. هكذا هي النتيجه لندائنا الاول، ونحن نستمر معاكم ومع انطلاقات هذا الميدان. يا سلام يا سلهود، غير خذ المركز الاول، مسيطر على مقدمه الشوط، تبارك الرحمن، على هذا المال الجميل، على هذا المال المميز. النقله هنا على محارب في المركز الثاني، احمد بن عبد الله بن هلي انتقل الانتقال الى ثلاث مراكز مليح، ويمع بن عبيد بالدبيل المركز الرابع براق وخميس بن حليس الهاشمي. يا مرحبا. هاي النتيجة أيها الأخوة للمراكز، دعناها عليكم بالهو تمام. يا سلام يا سلهود، يعني مسيطر هادي حتى هذه اللحظة، لن تصدر عليه أي توامر من مالكة ومضمرة. حميد بن راشد الغويص النقلة على محارب في المركز الثاني، أحمد بن عبد الله بن هلي انتقل إلى براق في المركز الثالث، خميس بن حليس الهاشمي نقلتنا إلى رابع المراكز اللي هو شاهين وسالم بن راشد بن غدير. هكذا هي النتيجة. يا سلام على محارب في المركز الأول، براق محارب براق محارب ومحارب وبراق، تهانينا والناموس لأحمد بن عبد الله بن هلي بنسبة فوز محارب بالمركز بالمركز الثاني، لخميس بن عليش الهاشمي بالمركز الثالث، لأحمد بن راشد الغويص المركز الرابع، سالم بن راشد بن غدير. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم من هو التمام، والتوقيت الزمني دقيقتين و18 ثانية و95 ولا 96 جزء من الثانية. تهانينا لأحمد بن عبد الله بن هلي بمناسبة فوز محارب بالمركز الأول.